هي هتولد امتى يا دكتور؟ هتولد النهارده؟ لا لا، يعني ايه؟ الولد هيخلف في بطنها؟ ارجوك تهدى وتفهمني كويس. طب بس مش هتولد ليه؟ هي في الحقيقه حامل، بس حملها مش حقيقي. مش حقيقي يعني ايه؟ يعني حملها كاذب. كاذب؟ يعني مش ولد؟ طب نبويه؟ ارجوك اهدى عشان افهمك. طب ممكن اشوف نبويه؟ نبويه نايمه دلوقتي. طب السيده بس يحصل يا دكتور، دي بطنها عاليه وبتتوهم ونفسها بتغم عليه، يبقى حمل كاذب ازاي بس؟ انا عرفت انكم متجوزين من مده طويله، وان مدام نبويه كان نفسها انها تخلف. ايوه يا دكتور، ده ما كانش حاجه في مخها غير الخلف. ومن شده سيطره الفكره دي على مخها وحبها الكبير في انها تخلف، كل ده عمل عوارض في جسمها اشبه تماما باعراض الحمل. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ وهي تعمل ايه؟ يا سيد هو لسه ما جاش؟ ده انا قلبت عليه المصطحب حالها، ده عمره ما عملها، لازم جرى له حاجه. حرام عليك، فلا الله ولا فالك. امال فين عبد العال؟ يا ريت اعرف، ده عمره ما عملها. طب ده المدير عاوزه. ده ما جاش خالص. لا، هو انا هسكت؟ انا لازم اروح له. ابقى طمني. انت ايه حكايتك يا سيد منير؟ انت بتوضب له ايه؟ زومبا جديده؟ ازيك يا سيد صلاح؟ وي عال، وصحة كويسة والحمد لله. بومب. لا، ما واضح انها بومب. ما امال فين كريمة؟ كريمة في المطبخ بتحضر لنا لقمة ناكلها. هي كريمة ما قالتلكش؟ لا ما قالتليش. على ايه؟ اننا هنتغدى عند عبد العال. فتحتي نص ساعة والغدا يكون جاي. بقيتي نساية يا كرومة، بقيتي نساية. ليه نساية ليه؟ هو احنا مش هنتغدى عند عبد العال النهاردة؟ صحيح. طب يلا بقى يا حبيبتي، روحي غيري هدومك علشان عيب انهم يستنونا. طيب وصلاح؟ صلاح؟ هو صلاح غريب؟ ده صلاح زي اخويا، مش كده يا صلاح؟ روح انت غيري هدومك وهو بالمره، اشوف الراجل الطيب ده واطمن عليه. طمن عليه يعني ايه؟ ازوره، اوده اسفت حل. فيك الخير، بس يعني مره تانيه بقى ان شاء الله. مره تانيه ليه؟ هو انتوا مش رايحين له؟ خلاص اروح معاه. هي كريمه ما قالتلكش؟ على ايه؟ مرات عبد العال. مالها؟ عيانه جدا، دي حتى ما بتخرجش من اوضه النوم. مسكينه، حول الله، حالتها خطره خالص. وكلنا خايفين لحسن بعدين تروح فيها. شوف يا اخي ازاي، ومع ذلك معزومين على الغداء عندهم. يا اخي، وفيها ايه يعني؟ صفات الله، انا حاسس كده زي ما تكون عايز توزعني. يا خبر يا صلاح، لا لا لا، مش معقول، ده البيت بيتك يا اخويا. ده كلام برضو يا راجل، انت عاوزني ازعل منك ولا ايه؟ لا، انا كنت بهزر معاك ابو النسب. افتكرتك بتتكلم جد.
طيب عن اذنك بقى عريس. عريس ايه بقى؟ ما راحت علينا. ليه؟ هي كريمه ما قالتلكش على ايه تالت؟ كريم اختك مالها؟ حامل. مبروك يا كرمته. عقبالك كده لما تتهد، اقصد تتجوز وتخلف لنا بلدوزر صغير قد كده. طيب عن اذنك. ما الجدع ده اكيد لسه بيحقد عليا. يا اخويا لا بيحقد عليك ولا حاجه، انت اللي بتاخد في روحك كده. هو كان جاي ليه؟ بقولك ايه، اما اروح اغير هدومي اوام عشان نروح نزور نبوي. الله، طب وانا ارجع الموز ده تاني ازاي؟ شفت يا عبدو؟ مفيش رزق. انا ما قدرتش، مع ان انا كنت عايز. ربنا هو اللي مش عايز، وأمر هو اللي يمشي نبوي. وبعدين ما انت عارف ان انا السبب نبوي. قال لي حمل كاذب. قلت له يعني ايه مفيش ولد؟ قال لي قال لي ازاي يا راجل ما عرفش اللي حصل الا وانا خارج من المصلحه جاي لك؟ الا بقى ده كلام يا عبدو؟ وتسيبني قاعد في الشغل اشب وقلب. اهلا بيك استاذ كريم، اتفضل. ما ترد ولا انت يعني ناوي تفرسني؟ بقى ده وقته يا فتحي. ازاي الست نبويه دلوقتي؟ نحمده على كل حال، أمر الله وحده. ممكن نشوفها ونطمن عليها؟ طبعا طبعا، على إذنكم دقيقة واحدة. يا نبوية وعلي جرالك. والله ده زمن العجب، حتى الكذب دخل في الحمل كمان. دي صوتك لا تسمعك. يا خوفي بعد انت في عيني زومبا ويطلع حمل الكاذب انت كمان. دول جايين عشان يشوفوك يطمنوا عليكي.
انا تعبانه يا عبدو، مش عايزه اقابل حد. طيب يا حبيبتي، براحتك براحتك. بقول لك ايه يا عبدو، انا هخرج له. لا لا، خليك انت مستريح. هما دقيقه واحده بس هيجي يشوفوك ويطمنوا. طب اعدل المخده دي اللي ورا ظهري. انا ما ازيها دلوقتي، نقدر نقابلها؟ اتفضلي. دقيقتين بس يا فتحي، مفيش غيرها. امال يعني هنلعب معاها 10 طاوله؟ اتفضلوا. نبوي سلامتك يا حبيبي، سلامتك يا حبيبي، سلامتك، الف سلام عليك يا نبوي، سلامتك. الله يسلمك يا كريمه. الف سلامه يا ست نبوي. والله انا لما عرفت الخبر ده زعلت قوي قوي، انما دي حاجه غريبه. طب ازاي؟ سلامتك يا نبوي. يلا بينا، يلا يا فتحي عشان نسيبها ترتاح. بصراحة يا عبد العالي أخويا، مسيري في يوم من الأيام ألف درع حديد حوالين وسطي عشان كوعك ينكسر إن شاء الله. بقى دي عمايل تعملها برضو يا فتحي؟ عمايل إيه يا كريمة؟ من غير زعلة فتح الله، الله يكون في عونها. مين؟ مراتك. ده أنت لسانك عايز الحش. أنت بتهني في بيتك يا عبدو؟ اخص عليك اخص. بقى يا راجل، بقى انا قاعد من الصبح احاول انسي نبوي الموضوع، وانت اول ما تشوفها تقول لها ازاي ده يحصل. لا 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 يا فتحي، ما كانش لك حق ابدا. معاكوا حق، دي فاتتني. ايه على فين يا جدعان، انت رايح فين؟ اعتذر لها يا اخي. وطبعا هتقول لها انا اسف عشان فكرتك بحكايه الحمل الكاذب. طبعا الاعتراف بالحق فضيله. اعمل ايه في جوزك ده؟ ابطحهولك؟ اغلط مش عاجبك، اجي اصلح غلطي برضو مش عاجبك؟ ده انت راجل تفلق. معلش، هو طول عمره كده، لما مخه يتربس يبقى الله السلامه. ايه ده، انت بتهني بيتك يا عبده؟ بقى انا جاي اطمن على ست نبويه، يكون ده جزائي؟ التهزيق، راجل ناقص. يلا يلا يا كريم. إيه انا ماليش وقعد هنا. يلا يلا. تزعل من اخوك؟ معلش، ادي راسك يا بوسه. اعذرني يا فتحي، ده انا في حال ما يألم بيها الا ربنا. الله يكون في عون عبد العال. والله نبويه هي اللي عقلها حيشت. شوف النصيب يا حمدي، ناس عندها دستة عيال وناس مش لاقيه ضفر عيل. حكمه ربنا اللي خافيه عن البشر، المهم ان الانسان يرضى بالمقسوم. يعني ده رايك يا حمدي؟ طبعا، وراي كل انسان مؤمن. اللي يرضى بنصيبه ربنا بيرضى عليه. امال سويت عشت ليه؟ ليه ما رضيتش انت بنصيبك؟ ده كلام بقى، ده اسمه كلام، ده يا نفيسة. قلت لي حدد الناس، لو حددنا الناس وعملنا كل الاحتياطات، ولما ربنا بيريد بقى ما بيعوز حيل. حضرتك زعلت وسبت البيت ومشيت، ولولا الاستاذ عبد العال كان زمانك طلقتني كمان، ودلوقتي جاي تقول الرضا والنصيب. وبعدين بقى انت هتعمل ايه حكايه؟ خلاص انتهينا، من فضلك خد الواد وقوم ونام. عبد العال بيه، صدقني يا عبد العال بيه، انا لما بشوف حضرتك بحس ان الدنيا لسه بخير. فعلا فعلا حسيت ان انا قليل الادب. في دي انت صح. ازاي اجرؤ واكلم حضرتك بالاسلوب ده؟ بالطريقه اللي بتكلمني بيها دلوقتي؟ لا، المره اللي فاتت اخص عليا اخص. يا ابني اللي بتعمله في نفسك ده حرام. يا عبد العال بيه، عايزك تكلمني فرج. نعم. استناني، انا هروح للبيت المدير وجاي لك، ضروري نتكلم مع بعض. انا وحضرتك بس، مش كده؟ طبعا ده احسن لك. حاضر، انا مستني هنا يا فندم.
اتفضل. نحضر بقى الدمغه والمسائل تمشي هنا. انا حبيت انك تكون اول واحد يعرف في المصلحه يا عبد العال فني. خير يا سعاده البيه؟ خير طبعا. صدر قرار من الوزاره امبارح بالليل بالغاء نقلي وتعييني رئيسا للقطاع في نفس مكاني في نفس مكتبي. الف مبروك سعاده البيه وهني انفسنا. الله يبارك فيك. انا عارف شعورك الطيب ناحيتي. دي حاجه كده عشان مولود. اتفضل. مولود خير؟ حصل حاجه يا عبد العال فني؟ مفيش نصيبه سعاده البيه. انا اسف جدا ما كنتش اعرف. كله بامر الله يا فني. مبروك عشانك وعشاننا. عن اذنك سعاده البيه. اتفضل. مع السلامه يا عبد العال فني. السلام. شرفت يا عبد العال بيه. انت ايه حكايتك يا منير؟ حكايه ايه بس يا عبدو بيه؟ حركاتك كده مريبه وما تريحش. حركات ايه بس؟ ما احنا خلاص بقينا اصحاب وحبايب. ارجوك انا مش فاضيلك، دماغي مش رايقالك. أنا تحت أمرك يا عبد العال بيه. أنا عايز أقول لك كلمتين. اتفضل، وأنا نفسي أسمع منك، قول. تفتكر أسلوبك ده يوصلك لإيه؟ أسلوب إيه؟ النفاق. نفاق؟ لا يا أستاذ، أنا لا أسمح لأي لا حد. لا لا لا، هتسمح بقى وغصب عنك. عرفت إن علاقتي بالبيه المدير طيبة، ابتديت تتملخني وحاولت تديني رشوة. وبعدين عرفت إنه هسيب المصلحة، بسرعة اتغيرت وكلمتني بطريقة ما فيهاش ريحة الذوق. واخيرا عرفت انه قاعد فابتديت اللعبه من جديد. اصل الموضوع يا ابني لا اصل ولا فصل. اللي بتعمله في نفسك ده حرام زي ما قلت لك، ونقطه كرامه بيفقدها الانسان اغلى من كنوز الارض، وانت كرامتك عمال تبحترها على الارض ليه؟ وانا اعمل ايه بس يا استاذ عبد العال؟ ما هو الحكايه المطلوب منك انك تسعى بس باسلوب شريف، والباقي تسيبه على ربنا. الكفن ملوش جيوب، ومش هتاخد معاك غير عملك وكرامتك. وعمل من غير كرامه يساوي جهنم. افهم بقى فرج. انت زعلت مني مش كده استاذ عبد العال؟ حضرتك جرحتني بشكل وحش قوي، وانا برضو زميلك يا اخي. عشان كده كان لازم اقول لك الحقيقه، يمكن الجرح ده يطلع البلاوي اللي جواك. على العموم اعتبر موضوع الاجازه ده منتهي، انا هكلم لك المدير. لا مفيش داعي، حتى الموضوع ده بقى مبقاش مهم. انا اذنك يا استاذ عبد العال. ها قلت له يا عبده؟ قلت لمين؟ للمدير طبعا. مش معقول يجي لنا رئيس على اخر الزمن. لا نسيت. وده موضوع يتنسي يا راجل يا متقاعس. في عرضك يا فتح الله ارحمني من الدبش بتاعك ده، الله لا يسيئك. لا يا عبده لا، عاوز تتقاعس في حق من حقوقك انما حقوقي انا لا. عايز يبقى لك رئيس على اخر الزمن انت حر، لكن انا لا اقبل ابدا. هي وناوي تعمل ايه يا راجل يا مقدام؟ هعمل عمال ما حصلتش. فكرك ان هسكت؟ ايه هتكلم البيه المدير؟ نعم؟ لا طبعا، انت اللي هتكلمه وانا وراك يا عبده. هفضل احفز فيك وادفعك قسرا لغايه ما تروح له وتقول له. ووراء كل عبد العال ايه؟ فتح الله يا سيد. الله يخليك ليا يا فتح الله. وبعدين في الواد ده يا ربي؟ واد يا محمد. يعني من شقاوتك وعفرتك اعمل في ايه بس يا ربي؟ حمد ازيك يا بنت نبوي؟ اهلا يا حبيبي. عندك بنبوني؟ يا حبيبي
عندي بونبوني وعندي شوكولاتة وكل حاجة. طب هو فين؟ تعال حبيبي. فين ايده الحلوة؟ الله. يلا كده 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 حرام عليك كده 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 حرام عليك. معلش يا حبيبي، معلش يا حبيبي، معلش. مالك يا بوي؟ نبويا مالها استفيز؟ لا يا كريم. لا يعني ايه؟ ودلوقتي المسائل لازم تتحدد في البيت ده. مسائل ايه بس يا فتحي؟ راجل البيت ده هنا مين؟ انا ولا انت يا كريم؟ ها؟ انا ولا انت؟ انت طبعا يا فتحي. ولما راجل البيت يقول لا يبقى معناها ايه يا كريم؟ ها؟ معناها ايه؟ يبقى معناها انه مش موافق. لكن ليه بس يا فتحي؟ دي فرصة العمر. اللي نفسي افهمه، مين اللي دخل الفكرة دي في دماغك؟ ها؟ مين؟ أخويا صلاح، ده بيقول إن عمل كده مخصوص عشان بيحبك. يحبني؟ حب وبور زلط يكون أعمى. ليه بس يا فتح؟ ليه مش عايز توافق؟ دي فرصة. فرصة؟ يبيعك نص البيت اللي حلتك وياخد التمن يدبه في جيبه وتقولي لي فرصة؟ ما احنا هنخش معاه شركة في البوتيك. البوتيك اللي في ميدان روكسي، مش كده؟ لا يا كريمة، الواخد ده طمعان في فلوسك. لا بقى، انا ما اسمحلكش ابدا تقول على اخويا كده. ها؟ انا مش موافق، مش موافق. ليه بس يا فتحي؟ ده احنا هنكسب منه ذهب، ولا انت هتفضل موظف بتلاتة تعريفه؟ تلاتة تعريفه؟ انا مرتبي تلاتة تعريفه يا كريمه؟ دي اهانه يا هانم، اهانه. معلش يا فتحي، انا اسف، حقك علي. اعمل لك ايه؟ ارجوك توافق، دي فرصة يا فتحي عشان خطر العيال، مصاريفهم كترت. المسألة عاوزة تفكير، سيبيني ادرس المشروع. خلاص ادرسه براحتك زي ما انت عايز. قولي ازاي نبوية دلوقتي؟ تعبانة طبعا، ده عبد العال حالته بقت بالبلة. حول الله يا رب. طب ما يلا نروح نزورهم ونطمن عليها. فعلا معاك حق. طب يلا البس هدومك ويلا نروح نزورهم. معلش، المفروض انت صاحبتها وتستحمليها. اصلي يا حمدي خدت الواد في حضنها وهاتي عياط، لولا ان سعد عبد العال جه ما كنتش عارفة هعمل معها ايه. طيب قومي اعملي لي شاي وبطلي قرن. عارف لو الواد محمد ده طلع عندها تاني هعمل ايه؟ هكسر رقبته. ابك صريح، بس اعملي لي شاي بقى، دماغي واجعني. تعرف يا حمدي انا كمان بيتهيألي ما طلعش عندها خالص. انت جنسك ايه يا ست انتي؟ انت ما عندكيش احساس؟ مش هي دي الست النبويه اللي راحت جابتك وانت غضبانه عند اهلك؟ اسمع عم اقولك، حسك عينك تبوظي علاقتي بس عبد العال، تصرف بايخ زي اللي عايزه تعمليه ده
اكيد هيزعل الناس دي منا. اصلها يا حمدي بتبقى ماسكه في الواد مش عايزاه ينزل هنا خالص. معذوره يا نفيسه معذوره. لا اله الا الله، عشان خاطري لو سمحتي خدي محمد واطلعي عندها عادي. حاضر حاضر يا حمدي، هطلع لها بس مش هقعد عندها كتير زي كل مره، 3-4 ساعات بس. ازاي نبويه دلوقتي؟ نايمه الله يكون في عونها. يعني ايه مش هنقدر نشوفها ونطمن عليها ولا ايه؟ لا اروح اصحيها. لا ارجوك خليها مستريحه، انا بس كنت عايزه حضرتك في حاجه. طبعا سيبها يا راجل، ربنا يكون في عونها. خير است كريمه، انا تحت امرك. لا ابدا، دي كريمه بتقول كده علشان تقعد يعني. لا يا فتح الله، انا عايزه فعلا الاستاذ عبد العال عشان اكلمه في موضوع البوتيك. سيبك من الموضوع ده كريمه واسمعي كلامي، الموضوع ده انا لسه ما درستوش وانا لازم اكلم الاستاذ عبد العال. الاستاذ عبد العال بالنسبه لي زي اخويا بالظبط. بس يا فتح الله وتكلمي است كريمه، قول اللي يعجبك، انما الموضوع ده علشان يحصل يبقى على جثتي. اسكت يا فتح الله وبطل التهور بتاعك ده. اتفضل يا سي كريم اتكلمي. البلدوزر قصدي سيد صلاح اخوها عايز يبيعها نص البيت اللي حلتها. الله، طب وهي موافقه؟ موافقه. خلاص، انت بقى ايه اللي زعلك؟ ملكها وهي حره فيه. ملكي وانا حره فيه. يا عبدو يا عبدو، انت مش فاهم حاجه. فكرك ان كريمه هتاخد الفلوس وتشيلهم في بنك مثلا؟ تشيلهم في بنك، تشيلهم في بوسطة تحت البلاطة، مالها وهي حرة؟ يا ريت كان ده هيحصل كنت وافقت. ده مفهمها انه هيدخلها معاها شريك في بوتيك. بابا وده مشروع هينفعنا وينفع العيال. عايزاني اكلمك بصراحة يا ست كريمة؟ طبعا يا استاذ عبد العال، انا متأكدة ان مفيش حد هينصفني زيك يا سي عبدو. بصراحة لأول مرة جوزك يطلع عنده بعد نظر. ها؟ ابدا، انا طول عمري نظري سته على سته شرب. يعني ايه؟ انا عايزك تسالي نفسك، اخوك صلاح ده عمره صدقك في كلمه قالها لك؟ في الحقيقه لا. يبقى خلاص، يبقى عمره ما هيصدقك في حاجه. في الحقيقه ابو
صباح الخير. هو بيعمل ايه على المكتب؟ مش هرفض تساله. حضرتك قاعد على المكتب ده ليه؟ اصلي اتنقلت معاك. بقى انت بقى الرئيس الجديد. مين قال كده؟ لا رئيس ولا حاجة. انا هشتغل معاك. سيبه في حاله فتح الله. انت متأكد انك مش الرئيس؟ صدقني لا. عبدو. يا نعم. ممكن اتكلم مع حضرتك شوية؟ طبعا تحت امرك يا حمدي. خير يا حمدي. خير. والحقيقة يعني ايه كفر لك شر؟ محمد عنده حاجة؟ لا 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 محمد كويس قوي. بس فعلا انا عايز اكلمك بخصوص محمد. امال هو فين؟ هو عندكم فوق. ما انت عارف نبويه بتحب الولد قوي. انا عارف عشان كده عايز اكلمك في الموضوع ده. اتفضل. في ايه؟ نفيسة مراتي طلعت تجيب الولد من عندكم من فوق، ما رجعتش الست مراتك وما فيش فايدة. كلام ايه ده؟ امال فين ست نفيسة؟ جوه يا سيدي في اوضتها زعلانة. لا لا زعلانة ايه؟ ما يصحش. انا هتصرف الموضوع ده. عند اذنك يا حمدي. اتفضل. خلاص بقى خلاص بقى، ما الراجل قال هيتصرف معاها. دي اخر مره هخلي ابني يطلع عندها يا حمدي، دي كانت هتبهدلني. معلش نستحملها علشان خاطر الاستاذ عبد العال. معلش انا اسف يا استاذ عبد العال. لا لا بالعكس، ده انا اللي اسف. عن اذنكم. خلاص سامية مشيت ومش هنخلف رزق، وحمادة حمادة ما عادش يطلع هنا تاني، وعمرنا عمرنا ما هيبقى لنا عيال. قولي لي يا بابي، قولي لي يا حسن عبد. نروح للدكاترة، ده ربنا جعل لكل داء دواء. عشان خاطر عشان خاطر عشان خاطر يا أب. حاضر. أنا
لوحدي يا عبد. انت عارف، انت عارف ان انا طول عمري وحدانية، ماليش لا اخ ولا اخت. ده انا كنت بحسد البنات اللي لهم اخوات، على الاقل كانوا بيقعدوا يتكلموا معاهم ويلعبوا معاهم. لكن انا فاهم يا بابا حمود يا عبد، حمود لو ما خلفتش عيال بقى يا راجل، ما شوفكش الا مطلوبك. ما انا مش عايز ازعجك يا فندم، كان الله في العون. ها وازاي المدام؟ الحمد لله. انت اخ وصديق يا ابو علي فندي. الله يخليك يا سعاده البيه. انا كنت عاوز اطلب. عاوز ايه حضرتك؟ بس تقول لي على دكتور يكون كويس عشان المدام. لا، علشان انا. انا اسف يا استاذ عبد العال، حضرتك عارف. خير يا عبدو؟ ما انت عارف يا بطحلة. طب تعالى معايا. لا، ونبوية كريمة معاه؟ تعالى معايا عشان اعرف اتفاهم معاك. ده انت فالقني. خلاص انا لقيت الحل يا عبدو. خير يا ابويا؟ حل ايه؟ مش كل مشكلتنا انه يبقى عندنا عيل صغير؟ ايوه يا ابويا. عشان خاطري وافق. وافق يا عبدو؟ موافق حبيبتي، بس على ايه؟ على حته عيل صغير قد كده اهو، عمره شهر ولا اتنين بالكتير. ايوه، بس ده هنجيبه منين؟ ولما يكبر هيلاقي مين حواليه؟ هيلاقي نبويه امه وعبد العال ابوه. عبدو. نعم. بكرة الصبح إن شاء الله نروح نجيبه. نجيب مين؟ نجيب الولد. منين؟ من الملجأ. عبدو، عبدو. شفت؟ اديك ضحكت، يبقى سمعت كلامي وشكمتها. لا يا فتح الله، بس انا لقيت الحل. الحل؟ انا بعتذر عن تصرفي وتصرف نفيسه مراتي. الست نفيسه ما عملتش اي حاجه غلط. عشان خاطر الست نبويه انا هخلي محمد يطلع لها كل يوم الصبح بدري، يقعد معاها لغايه ما تنام. انا عارف هي متعلقه بيه قد ايه. شكر جدا يا حمدي، بس مش ده الحل. حل؟ حل ايه؟ حل مشكله نبويه. ومحمد ده مش لعبه هنصرفها عشان نبويه تلعب بيها شويه وبعدين ترجعها. الحقيقه سعد العال، انا كان قصدي. عارف يا حمدي، وانا مش هنسالك الموقف ده، بس برضو مش هو ده الحل. المهم
انت كويس يا سبلال؟ الحمد لله. انا مش ممكن اسيب نبويه تعذب بالشكل ده، حتى لو دفعت حياتي. استاذن. ما بدري. اهلا. شكرا. محمد ما جاش؟ لا، ده حمدي كان بيطمن عليك. نبوي. نعم. أنا هبعت أجيب خالك من البلد. ليه عبد؟ عشان يحل لنا مشكلتنا. خلي يجيب لنا عيل من الملجأ. سامحيني يا نبوي، سامحيني. استاذ عبد العال فين المال؟ عايزه ليه يا سيد؟ لا بقى، ده خبر لازم ناخد عنه الحلاوه. لا، اخد الحلاوه الاول. حلاوه. شلن خبر زي ده بشلن. امشي امشي. والله وبضيت لك في القفص يا عبد الحال. هتعمل ايه في الحكايه دي؟ 100% نبويه جرى لها حاجه فعلها. الامر لله. ما هي بنت خالتها متجوزه بقى لها 15 سنه وما خلفتش، ومع ذلك عايشه سعيده ومبسوطه. اشمعنى يعني نبوي؟ امبارح قالت لي لازم اجيب لها عيل من الملجأ. ملجأ؟ طب ولما ابو الولد يظهر ولا امه ترجع في كلامها وتطلبه تبقى تعمل ايه؟ قلت لها كده،
قالت يبقى لازم اخلف. تخلف ازاي بس يا ابني؟ اذا كنت انت يعني زي ما قلت لي انك يعني مفهوم، يبقى مفيش غير حل واحد،